طبعا في البداية لا صوت يعلى طبعا على صوت ايه المنتخب الوطني وكابتن حسام حسن وتجربته مع المنتخب وتوقعاتك لمباراة بكرة. طبعا الكل طبعا يعلم المهمه المكلفه للكابتن حسام حسن. والكابتن حسام حسن يمكن يعني واخد تأييد شعبي وجماهيري قبل توليه المسؤوليه، وهو يمكن في كل كلامه كل مؤتمراته اللي بيطلع بيها دايما بيحس الجمهور على الحضور في مباراه بوركينا فاسو. الكل طبعا يعلم صعوبه المباراه وقدام المنافس التقليدي لمنتخب مصر منتخب بوركينا، يمكن شفناه اخر بطولتين في كاس الامم الافريقيه، منتخب قوي جدا منتخب سريع، يمكن القائمه كلها محترفين، يمكن كلهم مش محترفين طبعا في الليفل الاول، ولكن طبعا لا منتخب قوي جدا في لعيبه كتير جدا يمكن في الدوري البرتغالي والدوري الالماني ولاعيب في الدوري الانجليزي يمتازوا بالسرعه، عدد عندهم عدد من اللعيبه اللي لعبوا في الدوري المصري زي سعيد سومبري وتوريه بتاع بيراميدز، وبالاضافه طبعا لمحمد كوفي مدير المنتخب البوركيني طبعا اللي لعب في نادي الزمالك وبتروجيتو المصري، يمكن هو دايما بيقول على ان انا مصري اكتر مني بوركيني وعارف كل كبيره وصغيره، ويمكن كان الكابتن حسام دربه في الزمالك، فطبعا كل ديت يمكن هتسهل بعض الشيء لمنتخب بوركينا ان هو عارف كل كبيره وصغيره عن المنتخب المصري. يمكن عزائنا الوحيد حاليا ان انا شخصيا شايف في الشارع المصري في اهتمام في كده بعض المباريات بتبقى مباريات للذكرى كلنا بنفتكرها فيما بعد، زي مثلا مباراه مصر والجزائر في 90 كاس عام 90، مصر والكونغو وهدف محمد صلاح المؤثر اللي صعدنا لكاس العالم 2018 اللي في روسيا. برضو انا شايف مصر وبوركينا بكره هتكون من المباريات ديت، يمكن التذاكر نفذت اول ما تم طبعا طرحها عن طريق شركه تذكرتي، الجمهور كله مهتم بانه يروح، ويمكن كنت يعني شايف الكابتن امير قبل ما اخش اي كلام مهم قوي في حته الجمهور ان احنا عايزين جمهور الدرجه الثالثه، مش عايزين فعلا الجمهور اللي يروح يقعد، لا عايزين تشجيع من اول دقيقه. اللعيبه في لعيبه كتيره جدا في مع كابتن حسام يمكن يعني عندهم عدد مباريات قليل او جديده على المنتخب القومي، هيبقى مهم قوي تشجيع المنتخب تشجيع الجماهير للعيبه ديت، طبعا بالاضافه لتواجد عدد من المحترفين. يمكن احنا افتقدنا لتواجد عمر مرموش، ولكن الخير طبعا في الموجود. توقعاتي يعني التشكيل مش هيبقى فيه اختلاف كبير عن السابق، يعني يمكن الخط عن فيتوريا عن الخط الـ 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 لا مش عن فيتوريا، عن المعسكر الاول الكابتن حسام اللي كان هنا في استاد العاصمه امام نيوزيلندا وامام كرواتيا، اللي هو هيلعب بيه الرباعي الموجود حاليا محمد هاني ومحمد جنبيه محمد عبد المنعم، ويمكن جنبيه هيبقى رامي ربيعه نظرا طبعا هو رجله في الملعب عن ياسر ابراهيم، وفي الجانب الايسر بعد طبعا للاسف اصابه نجم فتوح. الزمالك احمد فتوح هيبقى عمر كمال عبد الواحد في هذه المباراه، على انه طبعا في مباراه غينيا هيتم استبداله بمحمد حمدي لاعب بيراميدز، لان نظرا لقناعة طبعا الكابتن حسام بمستوى محمد حمدي في والحته دي بتاعته يعني بتاعته مش بس اقتناع طبعا. يعني لا طبعا طبعا يعني هو الكابتن حسام دايما ابدا في الحته دي تحديدا هو مقتنع جدا بقدرات احمد فتوح ومحمد محمد حمدي. فطبعا احمد فتوح لما تم استبعاده اصبح الظهير الايسر الاساسي حاليا محمد حمدي، ولكن احنا طبعا عارفين في كاس الامم الاخيره في اخر مباراه امام الكونغو اللي احنا خسرناها وخرجنا منها تم طرد محمد حمدي، فطبعا بيطبق الايقاف في اول مباراه دوليه اللي هي مباراه بوركينا فاسو. في الخط الوسط لا غنى طبعا هيكون عن انا شخصيا حابب ان احنا المفروض نهاجم في اول شوط، فانا حابب ان احنا نلعب بيه لاعب سته اللي هو انا شايف مروان حمدي وجنبيه اثنين ثمانيه، انا حابب جدا امام عاشور واحمد سيد زيزو، عكس الناس ما بتقول، في بعض الناس بتقول ان امام عاشور وحمدي فتحي او ناصر ماهر، انا الخبرات في هذه المباراة مهمة جدا. ناصر لعيب كبير جدا ولعيب عامل مستوى لا أحلى مع نادي الزمالك منذ قدومه في الانتقالات الشتوية الأخيرة من فيوتشر للزمالك، ولكن ممكن يكون تغييرة موفقة للكابتن حسام في الشوط الثاني. وطبعا في المثلث الهجومي طبعا احنا كلنا عارفين صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.